طيبة مشاهدينا. حرج دبلوماسي تتعرض له كل من إسرائيل وأوروبا، فالأولى سيمثلها وزير أمنها القومي تامار بن غفير في احتفالية ما يعرف بيوم أوروبا يوم الثلاثاء. الاتحاد الأوروبي أرسل رسالة لإسرائيل مفادها نفضل شخصا آخر لا نريد رؤيته. من ناحيته يصمم بن غفير على المشاركة علما أنه وفق البروتوكول لا يمكن منعه من ذلك. هل يجب أن تخضع إسرائيل للطلب الأوروبي وتبعث بشخصية سياسية أكثر قبولا في المجتمع الدولي؟ أليس من واجب أوروبا التي تتغنى بالديمقراطية أن تحترم الخيار الديمقراطي للجماهير التي صوتت لبن غفير واختارته ليمثلها في الحكومة؟ هذا ما سنطرحه على ضيفينا في المناظرة اليومية. ينضم إلينا في هذه المناظرة من باريس دكتور إيلي حاتم، المحامي والمستشار في العلاقات الدولية، ومن تل أبيب ينضم إلينا دكتور إيدي كوهين المحلل السياسي. دكتور إيدي، أبدأ معك. الاتحاد الأوروبي أرسل رسالة لإسرائيل يشكرها على المشاركة والاهتمام بيوم أوروبا، لكن يقولون لهم في نفس الوقت أعانكم الله لا نريد بن غفير، نفضل شخصية أخرى. هل يحق لهم أن يطلبوا هكذا طلب، وهل يجب على إسرائيل أن تقبل؟ أول شيء يعني أنا لو كنت من الحكومة كنت أرسلت شخص آخر، يعني خلينا نكون صريحين، هناك أشخاص أخرى يمكنهم أن يمثلون. بن غفير يعني الصراحة هو شوي متشدد. أما بالنسبة للجزء الثاني لسؤالك، طالما تم اختيار بن غفير يعني فهو يجب أن يسافر. الأوروبيين آخر من يعلموننا الأخلاق، الأوروبيين اللي عندهم نشأ الفاشيزم والناتيزم والنازية وكل هالأشياء، يعني ما فيهم يعلمونا معنى الديمقراطية. الأوروبيين منذ أسبوعين يعني قالوا إنه الإصلاحات لا تعجبهم. الأوروبيين يفكرون بأنهم يعني يستعمرون إسرائيل، إنهم هم في زمن الاستعمار، حان الوقت إنه يخففوا شوي ويحترموا إسرائيل، ليست مقاطعة أو مستعمرة. إذا هذا هو القرار الإسرائيلي، هذا هو القرار الإسرائيلي. على بن غفير أن يسافر إلى أوروبا، وبن غفير تم انتخابه من قبل أكثر من 400,000 شخص. يعني خلينا يشوفوا مشاكلهم، عندهم مشاكل بالتطرف، عندهم دول عديدة المهجرين صاروا يعني هن أصحاب البيت، يعني ما بدنا نفوت ونقول أي بلاد، أبرزهم فرنسا، يعني أوضاعهم سيئة للغاية بالنسبة للقوانين الساذجة الذين عملوها والذين جابوا، شو بدي أقول لك، جابوا الويل لأولادهم وللجيل الجاي. هؤلاء الأوروبيين الذين عندهم الإيديولوجية اليسار المتطرف، شوفوا دولهم كيف صارت، شوفوا دولهم كيف صارت. هذا كل شيء تحت مسمى الديمقراطية وحقوق الإنسان. يعني طيب، نحن ما لازم نتعلم منهم. طيب، قبل أن نتعمق في هذه الملفات وهذه الجزئيات، دكتور إيدي، سمعت ما تفضل به دكتور إيدي كوهين، يقول إن أوروبا آخر من يعلمنا ويعطينا نصائح ومواعظ بالنظر إلى ما يجري في أوساطهم، لذلك هو يرفض من حيث المبدأ أن تقول أوروبا والاتحاد الأوروبي نفضل أن يمثل إسرائيل شخص آخر في هذه الاحتفالية التي تعرف بيوم أوروبا. ما رأيك؟ تحياتي
لك وللمشاهدين وإلى الزميل السيد أو الدكتور إيلي كوهين. إيلي كوهين، أولا يجب أن نذكر أن هذه المسألة محرجة جدا للاتحاد الأوروبي. لماذا؟ لأن هناك قوانين في أوروبا وهناك تعاطي سياسي في الاتحاد الأوروبي، ولقد سبق للاتحاد الأوروبي بطلب ببعض الأوقات من إسرائيل بعدم السماح لبعض الشخصيات التي تقوم ببعض التصاريح العنصرية أو التي تسمى بنوع من المعادية للسامية بأن تأتي وتشارك في هذا المؤتمر. فهناك هذه الأفكار هي أي انتقاد كل ما يقوم بتصريح عنصري، ونحن نعلم أن السيد بن غفير وإسرائيل وقعت في هذا الفخ، فالتصاريح التي قام بها وخاصة الأعمال وإبادة الشعب الفلسطيني على الأرض، مثلما تذكر أوروبا التاريخ لإبادة بعض الشعوب على أرضها، أدى إلى هذا الموقف، خاصة وأن هناك إدانة لكل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة بقرار من الأمم المتحدة، والأخير هو القرار 22/247 من 30 شهر 12 2022، ويتحدث عن هذا التعاطي الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وهذا الاضطهاد، هذه الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب. فهناك أيضا عبارات استعملها السيد بن غفير، وهي عبارات لا تستعمل في أوروبا بالنسبة للشعب للشعوب. فهناك مثلا في فرنسا مبدأ المساواة، وهذه التصريح العنصرية هي تختلف جدا مع هذه العبارات، وتذكرنا للأسف بالنازية التي حصلت في أوروبا. ثانيا، هذه المشكلة تأتي أيضا من صراع دبلوماسي هو بين السيد بن غفير ربما والسيد نتنياهو، وعدم التعاطي بين الشخصين، ومن الصعب للسيد نتنياهو أن يطلب منه أن يعتذر وأن لا يأتي إلى هذا الاجتماع أو إلى هذا العيد نهار الثلاثاء المقبل. فهذه هي القضية معقدة جدا، وليست هناك فكرة عداء الاتحاد الأوروبي لإسرائيل، بل هناك موقف صعب ومحرج للاتحاد الأوروبي، من خاصة وأن هناك سابق لذلك. طيب، وكانت إسرائيل وراء ذلك. نعم دكتور إيدي، أريد أن أسألك قبل أن نعاتب أوروبا، أليس من الأجدر على بن غفير ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش وغير من هؤلاء المنتمين لما يعرف بأقصى اليمين المتشدد في هذه الحكومة، أليس من الأجدر عليهم أن يتوقفوا عن تصريحاتهم كما قال لك دكتور إيلي ومواقفهم المثيرة للجدل؟ هم ليسوا فقط لديهم الكثير من التصريحات المتشددة ناحية الفلسطينيين، وإنما حتى ناحية الحكومة لمجرد أن تقرر تسليم جثامين أو تصل إلى هدنة. يعني هي حتى في نظر نفس هذه الحكومة لهم تصريحات ومواقف متشددة جدا. شوف نعم هذا صحيح، عنا قلت لك يا ابن أول الحلقة عنا متشددين، لكن هل في أوروبا، ما بعرف إذا ضيفك العزيز ساكن بفرنسا، ليش ماري لوبان منا عنصرية منا من اليمين المتطرف؟ يعني ما يعملوا لي حال الملائكة، يعني ما يعملوا لي حال الملائكة الأوروبيين. بكل بلد في حزب نيونازي، حزب يميني متطرف بكل أوروبا، يعني أغلبية أوروبا عند أحزاب متطرفة. هل إذا ماري لوبان كانت تجي نحن كنا طلبنا تغييرها؟ لا، لكن بغض عن ذلك أنا بسمع ضيفك ويعني ولا أعرف ماذا أقول، ويتكلم كأننا نحن نشتغل عنده، كأننا نحن تابعين لأوروبا، كأننا نحن مقاطعة فرنسية. يا حبيبي ما في احتلال، يمكن بمنظورك ما في أراضي فلسطينية محتلة، هذا يمكن تعلمته هنيك بأوروبا. دولة إسرائيل دولة، دولتك ما بعرف من أي بلد أنت مش مهم، دولتك معترفة بإسرائيل،
ما في أراضي فلسطينية محتلة، ما بعرف من وين جايبها هاي. الفلسطينيين يزعمون لكن هذه أراضي، في أراضي disputed area، في خلاف عليها، بس ما في أراضي محتلة. ما كان في دولة اسمها فلسطين واجت إسرائيل واحتلتها. لذلك عزيزي يعني الكلمات إيه ما تعمل لي هيك كوكوكوكو، الكلمات اللي عم بتقولها أنت مش منطقية. ما كان في اسم دولة اسمها فلسطين واجت إسرائيل احتلتها وعملت حرب. لا، هذه هي الرواية. إيه ما تعمل حالك تتعجب إذا فيك تقول لي شو اسمه الرئيس الفلسطيني. دكتور إيدي، قبل أن نغوص في هذا الموضوع، هو بالنهاية أعطاك موقف الاتحاد الأوروبي. الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي هو مع دولتين، وهناك دولة فلسطينية وحدود 67 هو يعتبرها محتلة بحسب الموقف الرسمي الأوروبي. قبل أن نشخص الموضوع مع دكتور إيلي، ما من شخصنا، لا بس انه لازم يتعلم المفردات. وين دوله، وين محتله؟ نحن من 3000 سنه هون، كيف نحن احتلينا؟ هل احد يمكنه ان يحتل ارضه؟ تفضل، شو لا. دكتور إلي سأل قبل أن نتحدث في الشق الثاني، أريد أن أعود إلى الشق الأول. سأل سؤالا يعني في مكانه، قبل أن تأتي أوروبا وتعطي هذه الدروس والمواعظ، أليس من الأجدر أن تنظر إلى بحثها الداخلية؟ يعني لو ننظر إلى داخل أوروبا، من المجر حيث فيكتور أوربان، مرورا بالسويد حيث اعتلت حكومة يمينية متشددة السلطة، وصولا إلى بلدك فرنسا حيث صعدت ماري لوبين وإريك زيمور وغيرهم، هل يستطيع أحد أن يقول لهؤلاء لا تشاركوا في المجتمعات، في الاجتماعات والمؤتمرات سواء اليوم أوروبا وغيرها؟ جوابي سهل جدا، ربما حول السيدة مارين لوبين. أولا يجب أن نذكر أن السيدة مارين لوبين هي ابنة السيد جان ماري لوبين. صحيح. ولكي تستطيع أن تكون لها تواجد على الأرض السياسية في فرنسا وفي أوروبا، قامت بتنظيف ما فعله والدها. لماذا؟ لأن كانت بعض تصاريح والدها تعتبرها كل المنظمات الصهيونية المتواجدة في أوروبا وفي فرنسا كمعادية لهذه الأفكار التي تبثتها كل هذه المؤسسات بعد الحرب العالمية الثانية. وكان السيد جان ماري لوبين لا يسمح له أن يذهب إلى بعض المحاضرات وإلى بعض المؤتمرات، وحتى أنا شخصيا أقول لكم لأني كنت مستشاره، حتى السفارات الفرنسية كانت ترفض استقباله عندما يتوجه خارج الأراضي الفرنسية. فهذه مبادئ الاتحاد الأوروبي. ثانيا، بالنسبة لما قاله ضيفك الكريم السيد إيلي كوهين، ربما يريد أن أذكره حول فلسطين بأن كل هؤلاء اليهود الذين أتوا قبل الصهيونية من أيام عشاق صهيون من أواخر القرن، من نصف القرن التاسع عشر، كانوا البلويم، كانوا يأتون من أوروبا، وكانت الحركة الصهيونية هي التي تأتي بهم إلى فلسطين، وذلك في خلال العهد العثماني. وبعد ذلك سهلت عليهم أيضا الانتداب البريطاني أن يأتوا إلى دولة فلسطين. ونحن نذكر أيضا سنة 1947 كيف قام المنظمات العسكرية الإرهابية. لكن دكتور قبل أن تتابع، ما علاقة هذا بموضوعنا؟ ما هي النقطة بالضبط؟ ما علاقة هذا بموضوعنا حول العلاقة الإسرائيلية الأوروبية؟ السيد كوهين يقول أن أوروبا لا تفهم ذلك، لأن بالعكس نحن نفهم ذلك، خاصة في فرنسا، ولقد احتلت فرنسا من ألمانيا النازية، ونحن نفهم أن هناك احتلال، ولكن هناك كانت ضغوطات بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ما تصرف به بعض شعوب أوروبا ضد بعض الجاليات اليهودية، أدت إلى الاعتراف بهذا الكيان الاصطناعي المؤلف من مجتمع عنصري فيه على الرأس السفارديين الأشكنازيين ثم السفارديين والمسرحيين، وفي النهاية
الفلاشة الذين يعتبرون الدرجة الثالثة. فلذلك هذا غير اليهود الأثيوبيين مع المفهوم الأوروبي. دكتور إيلي، يعني أريد أن تعقب على ما قاله دكتور إيلي. أنت تقول لماذا تتعامل معنا أوروبا وكأننا جزء منها، وما علاقتها فينا؟ ما هي إسرائيل التي لطالما تغنت بأنها منارة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وأنها تشترك مع الغرب بهذه القيم الديمقراطية، وهي منذ لبناتها الأولى سواء من اليمين زيف جابوتينسكي أو من اليسار بن غوريون، وهم يؤكدان على ارتباطهما بشكل أو بآخر بأوروبا، والآن أنت تأتي وتقول ما دخلهم فينا؟ ما ردك؟ أول شيء الديمقراطية هي الديمقراطية إسرائيلية، ما لسنا تابعين لهم. نعم نحن نرى القيم الأوروبية أقرب لنا من جيراننا الدول العربية الفاشلة. نعم نحن نرى القيم الأوروبية كالأقرب إلينا، هذا صحيح، أنا ما عم بنكر. لكن القارة الأوروبية أغلبها منحازة إلى ما يسمى القضية الفلسطينية. لذلك يعني كل شغلة بتصير، إذا بدنا نعمر شي بلد في أراضينا يستنكرون شو اسمه بناء في المستوطنات وكذا، كل شغلة بنعملها يستنكرون. الإصلاحات القضائية مش عاجبهم، يعني فاكرين حالهم هن ولاد أمرنا، وهذا غير صحيح. يجب التوضيح لهم أنه دولة إسرائيل دولة مستقلة ذات سيادة، ليست تابعة لهم. نعم هناك قيم مشتركة، لكن نحن لسنا تحت أمرتهم. يعني وهن كمان نعم. شاطرين كتير بالحكي، هن بس بيحكوا، هن مع إسرائيل قلبا وقالبا، لكن بدهم قلوب العرب وبدهم يضحكوا على العرب وبس، بيعملوا استنكارات على الفاضي. أنا فاهمهم القصة يعني أنا فاهم القصة. الأوروبيين خبثاء عندهم علاقات مع نظام مجرم الإيراني. ليش ما بتحكي شيء يا إيلي عن النظام الإيراني الذي يعدم المثليين؟ ليش ما بتحكي كلمة عن إيران؟ ليش بس على إسرائيل؟ النظام الإيراني كل يومين بيعدم ناس، ليش ساكت؟ مشان عندك علاقات معه تجارية؟ يا عيب الشوم عليكم أنتم الأوروبيين، أنتم والألمان خاصة. طب دكتور قبل أن ندعه يجيب، بس الأموال، لحظة بس الأموال. دكتور إيلي، لدي سؤال سريع قبل أن نعود لدكتور إيلي. لو كان هذا الكلام صحيحا، هل كانت أورسولا فون دير لين المفوضية الأوروبية ستتغنى بإسرائيل وستمتدحها كل هذا المديح الذي سمعناه في ذكرى قيام الدولة 75؟ لا، ما خص في عندك السياسات الدولة، وهي ما هي تمثل كل، بس ما خص. شوف الألمان، إيران تعدم كل أسبوع، تعدم أحوازيين، تعدم مثليين، وين كلهم ساكتين؟ إذا نحن بدنا نبني كوخ في مستوطنة بيطلعوا لك بيان استنكار. إيران تعدم بتقصلهم تشنون، وأنتوا خرسانين يا أوروبيين، العار عليكم. طيب. التاريخ سوف يحكمكم. طيب. ما تفكروا نحن دكتور إيلي، نحن نعلم كل شيء ونشاهد كل شيء، العار عليكم أنتوا. دكتور إيلي، سمعت ما يقوله دكتور إيلي، عار عليكم، لديكم معايير مزدوجة. لماذا في كل مرة تريد فيها إسرائيل بناء بيت أو مستوطنة أو أي خطوة صغيرة تستشيطون غضبا، بينما لا نسمع كثيرا من الأصوات الأوروبية حيال إيران وأنشطتها بحسب دكتور إيلي؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، أوروبا دوما تقول نحن ديمقراطيين وتتحدث عن السلطات وفصل السلطات، أعجبها أو لم يعجبها بن غفير وهؤلاء الساسة من انتخبهم الناخب الإسرائيلي ديمقراطيا، لماذا هذه التحفظات الأوروبية؟ أولا بالنسبة لإيران، فرنسا وأوروبا كانت الأكبر التي تدين ما يحصل على الأراضي الإيرانية، وخاصة في المظاهرات الأخيرة والطريقة التي تتعاطى بها الحكومة الإيرانية مع الشعب. وبعد ذلك والتذكير على ذلك هو جواب وزارة الخارجية على فرنسا عندما حدثت المظاهرات، فذكرتها بالطريقة التي تتعامل بها القوى الأمن مع المتظاهرين، وأن بأن هناك نساء محجبات في باريس أكثر من طهران. هذه أول نقطة. ثانيا بالنسبة لكل هذه القضايا، فأن أوروبا مثلا لن تسمح لأحد من الإيرانيين المتشددين أن يأتوا ويشاركوا في بعض
المناسبات، وخاصة إذا كانت هذه الشخصية لا تحترم هذه الأسس التي ليست هي فقط أوروبية ولكن هي دولية. نقطة ثانية أريد أن أجيب عليها، عندما يتحدث السيد بن غفير عن الدول العربية أذكره بأن هناك علاقات بين دولة إسرائيل وقامت بالتطبيع مع الدول العربية مثل دولة الإمارات ودولة المملكة المغربية، البحرين والمغرب والسودان. بعد ذلك ويجب أن نذكر أيضا أن هناك أعداد هائلة من الإسرائيليين الذين هم من أصول عربية. ماذا نقول عن السفارديين؟ ماذا نقول عن المزرعيين؟ ليسوا هم عرب؟ إذن اليهود الذين متواجدين في فرنسا ليسوا فرنسيين؟ أو اليهود الذين كانوا متواجدين في ألمانيا ليسوا هم ألمان مثل ما كان يعتبرها هتلر والنازيون، والتي أدت إلى المجازر التي قام بها في الحرب العالمية الثانية؟ فنحن لا نقبل بهذا التصرف. فاليهود مثل الكل الأشخاص الآخرين هم بشر مثل الآخرين، فهناك مساواة بين البشر. ونحن في أوروبا لا نعتبر أن هناك شعب الله مختار وهناك شعوب أخرى هي جويم وهي تحت في الدرجة الثالثة. فهذه الفكرة التي نحن ندافع عنها، نحن ضد هذه الصورة العنصرية التي تذكرنا التاريخ الأسود التي مرت به أوروبا. نعم دكتور إيدي، أريد أن أعود لتصريح أرسولا فون دير لاين وغيره من التصريحات الأوروبية. ألا يبدو لك بأن إسرائيل في كل مرة تسمع فيها كلاما طيبا من أوروبا فإن الأمور تسير على ما يرام، لكنها تستشيط غضبا في كل مرة تتحدث فيه أوروبا عن رفضها لتصريحات متطرفة ومتشددة، عن رفضها للاستيطان وهلم جرة؟ ألا يعتبر هذا نوع من الارتباك الإسرائيلي أو ازدواجية للمعايير لدى إسرائيل ناحية أوروبا؟ شوف أنا يعني البرلمان الأوروبي أول شيء يعني موجود هلأ بفضايح قطر. شو اسمها هيدي؟ إيفا كيلي. وين إيفا كيلي؟ إيفا كيلي نائبة البرلمان الأوروبي موجودة في السجن، يمكن طلعوها الآن، أنا مش عارف لماذا سجنت ولماذا سوف تسجن لمدة طويلة مشان قطر متهمة بالتعاون مع قطر. لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك عندهم كثير مشاكل هن الأوروبيين كمان مع العرب، عندهم مشاكل. روح شوف فرنسا، إذا بتشوف فرنسيين تعال لي، يعني ما عندهم الهجرة هناك بلا قيود، والقوانين قوانين اللي شو بيسموه لغوش اليسار واليسار المتطرف معسكر، يعني من معسكر اليسار من فمه أدينه. هو كان يعني مستشار جون ماري لوبان الذي من أكبر يعني شو بيسموه معادين للسامية، أكبر عنصر عرفته تاريخ فرنسا هو جون ماري لوبان. هو ميت، ما بدي أحكي عنه. يعني هذا يدل كل ذلك لم يموت بعد، إنه الأوروبيين كل الأوروبيين منافقين بيحبوا مصلحتهم. أما بالنسبة للتصريحات، هل نحن لازم الصبح والمساء ننطر شو بيقولوا عنا؟ كل كلمة إذا بنعمل شغلة يدينوا أما ما يدينوا، شو بدنا فيهم؟ ما عنده شوف الاتحاد الأوروبي ليس له أي نفوذ، يعني ما عنده شيء ضد إسرائيل، ما عنده نفوذ، يعني ما نحن لا نعتبره يعني شو بدي لك يا ما بدي اجرح هذا، لكن ما عنده اي شيء يمكنه ان يستعمله ضد اسرائيل سوى الكلام الكلام والكلام، وهذا هي كل شيء. وهن بيتملكوا للايرانيين والتملك للعرب، مشان هيك بيطلعوا التصريحات لا اكثر ولا اقل، صدقني. دكتور إيدي، لفت نظري إلى نقطة هنا دكتور إيدي كوهين، يقول إن أوروبا يعني بالنهاية سواء ناحية إسرائيل وغيرها من الدول عندما تتحدث عن رفضها لشخصية وتفضيلها الشخصية دون أخرى، هي فقط لحفظ ماء الوجه ولكي تظهر لجمهورها وشعبها بأن نحن ديمقراطيين ومع حقوق الإنسان، ولكن بالنهاية الواقع مختلف. بجملة سريعة ردك.
يجب أن نعلم أن كل هذه المبادئ لعدم العنصرية وحقوق الإنسان من روجها هو اللوبي الصهيوني، اللوبي اليهودية السياسية، ولذلك اليوم إسرائيل تقع في هذا الفخ. فعندما نتحدث مثلا عن السيد جان-ماري لوبين الذي هو على قيد الحياة عكس ما قاله السيد كوهين من إسرائيل، كان يواجه هذه اللوبيات عندما يتحدث عن استقلالية والدفاع عن فرنسا من هؤلاء اللوبيات الصهيونية التي كانت تفرض. يعني فقط اللوبي الصهيوني في أوروبا هو المسؤول عن الخطاب العنصري، يعني ليس اليمين المتشدد السياسي سواء كان من ديانات أخرى؟ بجملة سريعة. لم أفهم فقط السؤال. اللوبي الصهيوني المسؤول عن هكذا تصريحات عنصرية في أوروبا بنصف جملة رد. كلا، ولكن قلت أن اللوبي الصهيوني كان يروج هذه الأفكار ويساعدها للحد لإقامة نوع من دعم اليسار وهذه الأفكار اليسارية التي فتحت أبواب فرنسا للمهاجرين. أشكرك دكتور إيري حاتم من باريس، المحامي المستشار في الشؤون الدولية، ودكتور إيدي كوهين من تل أبيب وهو المحلل السياسي. شكرا جزيلا لكما. نحن منظرة إلى اللقاء.